السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان معنى شبكة الكمبيوتر. يعني إيه شبكة الكمبيوتر؟ هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة المرتبطة أو المتوصلة مع بعضها، سواء كانت في مكان واحد أو أماكن متعددة عن طريق الكوابل أو بما يعرف عليها بالأسلاك. ايه هي فوائد شبكات الكمبيوتر؟ اول حاجة نقل الملفات بين الاجهزة والتحكم في الاجهزة المختلفة، وخصوصا لو كانت بعيدة عن مكان المستخدم. وبكده ينتهي درس النهاردة، ودرس جديد ومعلومة جديدة، ونفهم نتعلم ببساطة.